على هامش الصفقة نجح مسؤول النادي الأهلي في فتح صفحة جديدة من التعاون مع مسؤولي نادي الإسماعيلي، ودي نقطة مهمة جدا أكيد لصالح النادي الأهلي. قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون مع نادي الإسماعيلي في ملف تبادل اللاعبين. بصراحة تحية كبيرة جدا على الجيم ده اتلعب من مسؤول النادي الأهلي مع النادي الإسماعيلي، وإتمام هذه الصفقة من المرات القليلة اللي بنشوف فيها لاعب ينتقل من نادي الإسماعيلي للنادي الأهلي بدون أي مشاكل وبدون أي إثارة زي ما كان موجود قبل كده. كنا بنشوف الإسماعيلية في أي لاعب بيقال بس إنه هينتقل للنادي الأهلي أزمات ومشكلات وحاجات كتيرة جدا بنشوفها قبل انتقال إليه، لكن المرة دي في هدوء، في رضا تام من الطرفين، مفيش أدنى مشكلين.